بما انهم بقاو والو للكونكور، فقررت نبارطاجي معكم هذا الفيديو اللي فيه بعض النصائح ديال كيفاش تدوزوا للكونكور وشي حوايج اللي تتفاداو انكم ديرهم. ولكن المفاجاه هي هاد الحاجه الثانيه اللي هي واحد التخفيض جد مهم بالنسبه للبريباراسيون دي كونكور في بلاتفورم جيست فام اكاديمي. بالنسبه لا ميديسين الثمن ولا هو 100 درهم عوض ضرب 100 درهم. علاش؟ سامبلومون حيت دازت التسجيل تفتح في لو 25 في الشهر اللي فات، دازت مده طويله، فبالتالي باش نفتحوا الباب للناس اللي هما كانوا كيبريباريو بوحدهم ما تسجلوش حتى شي اوفر حيت جاهم الثمن طالع. ف هذه الفرصه ديالكم. كذلك الناس اللي تسجلوا في دي زوفر اخرين اولا كانوا تيقراو في كتوبه الى اخره وبغاو يزيدوا لو كونتوني اللي كاين في البلاتفورم اللي هو فيه لي فيديو لي بي دي اف، يعني بحال فيه شي حاجه اكثر من كتوبه، يعني عندك لو كونتوني فيديو وعندك البي دي اف وعندك كذلك لاكسي ديال الكونتاكت افيك لو بروف تقدر تسول. دونك هادو هما الاثمنه اللي كاينين. وبالنسبه للانسا انسام الثمن ولا هو 150 عوض 500 درهم. وكنأكد لكم ان المحتوى اللي كاين في هاد لي باك راه يعني قيمته اكثر من هاد الاثمنه اللي كاينين هنايا. ما علينا، بالنسبه باش دوز ان كونكور ديالك في واحد الظروف اللي هي زوينه خاصك يعني ترد البال هاد النقاط اللي غندوي لهم في هاد الفيديو. اولا تشوف المدينه اللي غدوز فيها، المدينه اللي غادي تدوز فيها وفين كاينه ليكول، باش تمشي حتى نهار الامتحان تبقى تتقلب على ليكول فين كاينه وشحال خصك ديال الوقت باش توصل ليها. مثلا لو كنت غتمشي في التران شحال المده ما بين التران وهذيك ليكول، كنقصد ملي تنزل في لاكار ديال التران شحال المده خاصك. غنوريكم بيان سور كيفاش ديروا هذا الشيء كامل اون ديتاي. يعني هذا الفيديو غنبارطاجيكم معكم واحد التيبس اللي كنخدم بهم انا باش الا كنت غادي نقضي غرض في واحد المدينه اللي انا ما عارف عليها والو، عارف عليها حتى شي حاجه، فكنستعمل جوجل مابس باش نعرف المده الزمنيه اللي غندير. وكذلك حتى ملي ننزل في لاكار إن راه كار نزل بالنسبة للمدن اللي فيها أكثر من كار وحدة ديال التران، إن بلاصة غادي ننزل. وكذلك نعرف شحال ديال المدة غادي ندير، واش ديك الطريق تيكون فيها الزحام ولا لا. يعني هاد المعلومات كلهم خصكم تكونوا عارفينهم قبل ما تمشيو. بالنسبة اللي غادي يمشي في الطونوبيل حتى هو غنوريكم كيفاش غادي ديرو، غيوصلوا الوالدين ديالو إلى آخره. طبعا بعد ما تعرف السونتر اللي غادي تدوز فيه، يعني البلاصة اللي غدوز فيها سواء كانت ايكول ولا شي مدرسة ولا شي فاكولتي، بالنسبة للناس اللي غدوزو الميديسين تقدروا دوزو في لي فاكولتي. أكيد نتوما كاملين كتعرفوا تخدموا بجوجل مابس، هو اللي يعاونكم باش تاخدوا معلومات على البلاصة اللي غتمشيو لها قبل ما تمشيو، يعني بحال اللي كتعتبروا بحال مشيتو. حيت كاين اللي كيقول لك أنا غنمشي نشوف ليكول نهار قبل أو لا، مزيانة هاد القضية، إلا مشيتي بنهار قبل بدتي تما عرفتي ليكول فين كاينة إتسيتيغا مزيانة، ولكن اللي ما عندوش هاد لابوسيبيليتي جوغل مابس راه تعتبر بحال مشيتي. غير هو ماشي كلشي كيعرف يخدم مزيان بجوجل مابس، داكشي علاش أنا غنوريكم باش تكونوا على بال كيف تستعملوا هاد إيتيغينيغ أو لا. بلاتي نقربها لكم، هاديك اللي بالزرق، هاد البوطون اللي بالزرق، إلا بركتو عليه فكيعطيكم جوج ديال لي كاز هنايا. وحده غادي نديرو فيها ديبار، مثلا انا كاين في مدينه قنيطره ياك، وبغيت نمشي مثلا مثلا كازابلانكا، غادي ندير بحال هكا، غادي نكتب كازابلانكا هنايا. هذا غير مثال باش تكونوا عارفين. فكيعطيك التراجي اللي غادوز منه شحال ديال المده دير بالطوموبيل. كذلك تقدر تفلتري هنايا، كاين اللي مكيستعملش هاد القضية هادي، تقدر تفلتري مثلا بغيتي تدوز من اوتوغوت هنا، اوتوغوت اي في تي، بغيتي منديش اوتوروت كيعطيني الطريق العادية إلى آخره. كاين اللي مكيعرفش يخدم بهاد المسائل هادو، داكشي علاش. ولكن مثلا أنا بغيت نمشي لواحد الكار، أنا عارف راسي غادي نمشي بالتران، فكتدخل تقطع التيكي ديالك ياك، كتقطع يعني بعد ما كتقطع التيكي ديالك فكتعرف انت لاكار اللي غتنزل فيه. مثلا انا غنزل مثلا في كار اوازيس مثلا اللي كاين في كازابلانكا، مثلا انا غنزل في هاد لاكار ياك، خصني نشوف انا بغيت نمشي منو، نمشي مثلا فاكولتي
مثلا انشق، فكيعطيك انه مثلا غدير 10 دقائق في طاكسي من هذيك لاكار لهذيك البلاصه. فهاد المعلومات مزيان انك تكون عارفهم، وكذلك ملي تمشي واخا تمشي انت تكون غادي في الطاكسي ترد البال انت في لابليكاسيون جوجل مابس واش الطاكسي بالصح غادي بك لديك البلاصه. تقدر تبان لكم هذه المعلومات بيزار ولكن راه مهمه بزاف، كتسهل الامور بزاف. وكاين اللي غادي يوز المدينه ديالو عارف البلاصه فين كاينه الى اخره، اللي ما كندويوش على هذه القضيه. دونك تاكد مزيان انك غتكون في البلاصه اللي غدوز فيها قبل الوقت شويه عليك، وخذ وقتك. اذا كانت بعيده عليك بزاف من الاحسن تمشي تبات تما، هذا يكون افضل. تاكد انك هز معاك الوثائق ديالك، لا كارت ناسيونال، سوسو كارت ناسيونال، ولا كانت عندك اون كونفوكاسيون خاصك تكون هازها معاك ضروري. اي بيان سور لا بريباراسيون لي بريباريت ان شاء الله تيا تكون هازها معاك، تكون عندك ما تنساهاش ان شاء الله. هادشي اللي كاين بخصوص هاد لا فيديو. كنتمنى لكم حظ موفق في لي كونكور اللي غادي دوزو. كان معكم زكريا بوشام، لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. السلام عليكم.